خلونا نبدأ على طول بالأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا وهي عن الميه المعدنية القلوية. في الفترة الأخيرة انتشر نوع من الميه آه بشكل غير طبيعي آه في الساحل كان على كل الشواطئ، كانوا بيوزعوا الميه دي حتى فور فري، يعني عملوا لها دعاية غير طبيعية، غير طبيعية يعني ما كانش في حد غير ماسك الأزاز الميه القلوية. الفكره الاخبار المنتشره على السوشيال ميديا ان في ناس كثيره جدا بتقول ان المياه دي كويسه جدا 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 ولها مميزات وفي ناس تانية بتقول لا سيئه وفي ناس تانية بتقول لا لها مميزات لا لكن ليها عيوب طب ايه مميزاتها؟ الميه القلويه انها بتأخر ظهور علامات التقدم في العمر والحفاظ على البشره من التجاعيد بتخلص السموم من الجسم الجسم من السموم سري بتقوي الجهاز المناعي بتقلل نسبه الاصابه بالاورام السرطانيه وبتساعد طبعا ان احنا نخس طيب دي الحاجات المميزات طب الحاجات اللي مش كويسه اللي منتشره على السوشيال ميديا ان بتقول ان الجسم بيمتص كميه كبيره من المعادن القلويه زي الكالسيوم والمغنيسيوم فده بيعمل اختلال في البي اتش بالانس بتاع الجسم وحاجه تانية برضو ان بيقلل افراز عصاره المعده فبالتالي مش بيساعد في عمليه الهضم فبيجي لنا سوء هضم الفكره يا جماعه انا اخترت هل المميزات دي سليمه وهل فعلا الميه دي بتعمل كل القلويه يعني ايه اصلا ميه قلويه وايه ما بينها وما بين الميه المعدنيه وليه عليها كل الضجه دي الميه دي